رب يفضل حظك حلو دايما يا رب. ومن نجاح لنجاح. بس اكيد انه المسلسل ده واللي قبله واللي جاي بعده ما هواش نهايه المطاف، يعني زي ما بيقولوا الفنان دايما عنده طموح وعنده حلم رسمه في خياله وعايز يوصله. دي حقيقة. ايه الحاجه اللي انت راسمها وعايز توصل لها؟ نفسك في ايه في الفن؟ نفسي في حاجات كتير، ازاي؟ نفسي اعمل اللي انا عايزه بقى. اللي هو ايه بقى؟ الحاجه اللي لحد ما هتبقى مريحاني، اللي هي مش شبهي بس جديده عليا بالنسبه للجمهور وقريبه بالنسبه لي كاحمد. مش هقول لك بقى الجدع والشهم والحاجات دي، بس البني ادم المصري يعني، اللي هو كل ادوارك اللي فاتت كانت بني ادم مصري مع اختلاف طبعا الشخصيات، هيبقى شبه بابا كان في شرير وفي الموضوع وبتاع، لكن انت ملامحك المصريه وطبعك المصري واسلوبك وده موجود. انا بتكلم عن الدور اللي انت هتحس ان هو ده الدور، هو عايز ده دور محبوب يعني. والله ممكن جدا. ونفسي اعمل حاجه، دي كانت حلم والدي الله يرحمه. ايه؟ ان يعني ايه راجل مسلم؟ يعني ايه بني ادم مسلم اصلا؟ اللي هو دلوقتي ماشيين عليه في حقوق الانسان، ماشيين عليه في كل المنظمات اللي بتهدف لان البني ادم ده حاجه كبيره جدا، او الكائنات دي كلها حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا. فان احنا نعمل عمل يبين المجتمع الاسلامي او المجتمع الطبيعي المصري بتاعنا، اللي هو المسلم والمسيحي وعلاقتهم ببعض. ويعني عندي حلم كده ان انا عايز احقق له احترام الاخر ده والسلام اللي لازم نعيش فيه. دي حقيقة. على ذكر طبعا الوالد وعبد الله محمود الجميل الانسان الفنان، هنشوف كده مجمع لاعماله ونرجع تاني. عندي حاله مش قادر اوصفها، حاسس برعشه جوايا. لو انت مش مسيطر يبقى اللي ببعتهولك كل اول شهر يروح لغيرك. الفرصه ما بتجيش للانسان غير مره واحده بس، عشان كده مش لازم يضيعها من ايده ابدا. اسمع يا جدع، انت البيت ده ما تعتبوش تاني، وانا ما عنديش ابهات. اذا كان هو بعتك عشان تمثل علينا، فاكر يعني ان عشان مدته هتخلص هيرجع هنا تاني؟ قول له ان لو قابلته هقتله. فيها ايه يعني؟ واخدها على صدرك قوي ليه؟ ما هو ده الله يفخمه عليك اللي بيسموه بيزنس. عايز اعرف منك ايه اللي ممكن يكون دافع يخلي حد يقتل ياسين؟ طالما هتتجوز بنت العمده يبقى امورك الشخصيه تخصني انا وابوي واخواتي. عايز ايه؟ عايز ايه تاني يا عم؟ والله العظيم يا صاحبي غلطه ومش عامل كده تاني. والمصحف ولما يقول لك ان اللي يقول لا ما يبقاش ولدي يبقى بيلوي دراعنا عشان نقبل نفضوها بروحنا. مهما حكيت لك عنها مش هقدر اسامحك.